السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة شباب بإذن الله في السيكشن بتاعنا عن البايب كالفورت. تمام، اتكلمنا السيكشن اللي فات عن هنا كده عن مسألة عن البوكس كالفورت. هنتكلم النهاردة بإذن الله مسألة عن البايب كالفورت. والبايب كالفورت يا شباب أسهل بكتير من البوكس كالفورت. تمام، هنا بيقول لك إن هنا فور ذا كروسنج أوف برانش كانال. قال لك إن إحنا عندنا برانش كانال في طلعة فرعية عند روت وطريق. قال لك ديزاين سيتابل، ماشي، ستيل ستراكشر. قال لك صمم المنشأ المناسب بتاعك هيكون ستيل. قال لك ان عشان يمر بتصرف لترعه معينه تحت طريق اكوردنج تو ذا فولوينج داتا. بالنسبه للايه؟ بالنسبه للداتا بتاعتك اللي قال لك هنا عندنا الطريق بتاعنا، قال لك ان عرضه 12 متر، منسوب الطريق 10. قال لك هنا السايد سلوب، قال لك الميل الجانبي من البيت من الطريق لحد اللاند ميل 2 ل 1، يعني هنا الزد عندنا بيساوي 2. قال لك اللاند ليفل بيساوي 9. قال لك ان اتس اكسبكتد تو بوست 60 طن نوري. قال لك ان احنا هنصمم الطريق بتاعنا على 60 طن نوري. قلنا هنستفاد ايه من المعلومه دي؟ هنستفادها في حسابات اللايف لود. تمام، نيجي بقى بعد كده بالنسبه للكانل داتا. قال لك ان البيد ويتس عندك 7 متر، البيد ليفل 6، البيرم ليفل 9، الوتر ليفل 8.5، السايد سلوب من البيد للبيرم 1:1، والكانل فيلوستي بيساوي نص متر على السنة. تمام، دي كده المعلومات اللي هو مديها لك عن الطريق وعن الكانل ايه وعن الترعه. نيجي بقى شباب بالنسبه اول حاجه الخطوه الاولانيه اللي هي هيدروليك كالكوليشن. قلنا خطوه الهيدروليك كالكوليشن دي معناها ايه؟ قلنا هيدروليك كالكوليشن يعني احنا عايزين نحسب الابعاد بتاعت القطعه بتاعتك. ما دام احنا بنتكلم دلوقتي عن باب ستيل، يبقى احنا عايزين نحسب القطر بتاعك بتاع الستيل. القطر بتاع الماسوره كام؟ هل هتستخدم كام ماسوره، واحده ولا اتنين؟ السمك بتاع الستيل قد ايه؟ دي كده الخطوه الاولانيه، حسابات الابعاد. بعد كده عايز تشيك على الهيدنج اب، هل هنا كده الفخ بتاعتك في الحدود المسموح بيه ولا لا؟ تمام كده؟ فهنا كده شباب هو مديني سرعة المية اللي ماشية في الترعة. تمام، فأنا أقدر أحسب من هنا كده. أول حاجة ده هنا كده مديني عرض البيد بتاعك 7 متر، مديك هنا الزد أو الميل بتاع من البيد للبيرم 1:1، مديك الارتفاع، مديني هنا كده منسوب البيد ومنسوب المية. قدرنا نعرف منه الواي اللي هو بيساوي 2 متر. هتجيب تقدر تجيب الاريا بتاعة الترعة بي زائد زد واي في الواي، يعني 7، تمام، زائد الزد اللي هي بواحد في الواي اللي هي في ال في الواي اللي هي المفروض 2.5، مش 2 يا شباب، 2.5، لان انت هنا كده عندك عرض الوتر ليفل 8.5، تمام، والبيد ليفل 6، يبقى هنا 2.5. الرسم هنا هي اللي غلط، يبقى هنا كده 7 زائد 2.5 في 1 في 2.5، هيطلع عندك كده 23، 75 متر ايه مربع. هنجيب التصرف اللي ماشي في الترعه، ضربنا الفي كانال اللي هو مدالك جيفن بنص في الاريا اللي انت حسبتها، طلع عند عندك الكيو 11 و9 من 10 متر مكعب على السنه. تمام، قلنا الفي كالفورت بكام؟ قلنا احنا هنفرضها من 2 ل 3 سرعه الميه اللي ماشيه في الترع، فطلعت عندك من 1 ل 1.5 متر على الثانيه، فاحنا خدنا رقم ما بينهم ب 1 و2 متر على الثانيه. عشان نجيب بقى الاريا بتاعت الكالفورت نحسبها ازاي؟ بنقسم هنا كده الكيو على دي، على بنقسم الكيو على الفي كالفورت، طلع عندك هنا ب 9 92 متر ايه مربع. يبقى هنا كده الاريا كالفورت بتساوي الكيو كانال على الفي كالفورت. تمام، طلعت عندك ب 9 و92 متر مربع. هنا كده فرضنا اول حاجه، هنا كده فرضنا ان احنا ناخد هنعمل 3 فتحات. تمام، 3 فتحات او 3 عدد فتحات عندك 3. يبقى هنا كده الاريا كالفرت بتساوي اللي انت تطلعها ب 9 2 9، في ان اللي هي 3 باي على 4 في دي تربيع. طلع عندك هنا كده القطر بتاعك بيساوي 2 متر. هتجيب بقى الاكتوال لان احنا مقربين للدي، هيطلع عندك ب 9 2 42 متر مربع. هات هنا جيب الفي اكتوال، هتقسم الكيو كانال على الفي اكتوال كالفورد. تمام، هيطلع عندك بواحد 26 متر على الثانية، في الرينج من 8 من 10 ل 2 متر على الثانية. نعمل بقى هنا كده تشيك على الدروب. اول حاجة هنا كده مديني منسوب البيد ب 6، زودت عليه 2.5 اللي هو ارتفاع المية، طلع منسوب بتاع 8.5. انا عندي هنا كده الارتفاع بتاعك ده 2 متر، اللي انت جبت اللي هو القطر بتاعك 2 متر، يبقى انا عندي اللي هنا كده الفتحة بتاعتك مغمورة بنص متر. تمام، نيجي بقى بالنسبه للتشيك فيدنج اب، نفس الكلام بالظبط جدا، ما فيش اي اختلاف. يبقى انا كده السكرين كوفيشنت نحسبها ازاي؟ وانا ليها معادله خدناها هنا كده، تي ب 2 سم، والبي ب 10 سم، والالفا اللي هي زاويه ميل السكرين 60 في 60 درجه. طلع عندك يا شباب السي سكرين طلع ب 18 من 100. تمام، الاكزيت كوفيشنت نفس الكلام برضه، يعني ما هو قاعده عمالين يعيد في الكلام. يبقى هنا كده اول حاجه هنا الكالفورت عندك هنا كده الفتحه بتاعته كونستنت ما بتتغيرش، فانا كده السي اي تكون بتساوي 1. قلنا ان السي انترست برضه بيعتمد على شكل الحيطه، قلنا ان احنا هناخد هنا كده بوكس
شكل حيطة على شكل بوكس، هيطلع عندك السي انترنس بيساوي نص. نفس الكلام برضو بالنسبة للفريكشن كوفيشنت، عندنا معادلة ان السي فريكشن بيساوي ايه في واحد زائد بي على الار في ال على الار. تمام، الاي والبي، الاي والبي ده سواء بيعتمد على الماتيريال بتاعت الكالفر بتاعتك هنا ستيف، هتكون هنا الاي باربعة من الف والبي باتنين من مية. ال ال اللي هو الطول بتاع الكالفرت. تمام، انت عندك المنسوب ده زودت عليه اللي هو ارتفاع اللي هو الدي، جبت المنسوب ده زودت عليه السمك بتاع الستيل، هو بيكون من 2 ل 3 سنتي، جبت المنسوب اللي هنا، هتطرح منسوب الرود ناقص المنسوب ده، جبت الدي. تمام، دي كده المناسيب اللي احنا محتاجينها. تمام، انا دلوقتي عايز اجيب العرض بتاع الطريق اللي هو الايه، اجيبه ازاي؟ انا مديك عرض الطريق وانت معاك المنسوب ده ناقص المنسوب ده، جبت في الميل، جبت اللي هو عرضه 2 متر، وانا بنزود رفرف 1 متر من هنا ومن هنا، وزائد السمك بتاع الخرسانه ده 25 سنتي. تمام، جبت ال اللي عندك طلع ب 18 ونص، عوضت في القانون بتاعك طلع عندك ب 15 من 100، عوضت في الهيدنج اب في القانون بتاعها طلع ب 15 سنتي، هو اقل من ال 20 اي سنتي. فكده شباب احنا استفدنا ايه بقى من او السمر اللي احنا وصلنا له، ان احنا هنجد هنعمل بايب كالفورت عرض الفتحات 3 فتحات، القطر بتاعها 2 متر، سرعه الميه اللي ماشيه في الكالفورت 26 متر على الثانيه، مفيش دروب هنا عندنا شباب، قال لك الهيدنج اب عندنا ب 15 اي سنتي، اقل من المسموح بيه اللي هو 20 سنتي. نيجي بقى بعد كده هنا كده الاستراكشر ديزاين، قلنا الاستراكشر ديزاين ان احنا بنحسب الاحمال بتاعتك، فعشان نحسب الاحمال في عندنا ثلاث انواع من الاحمال، فيرتيكال لود، هوريزونتال لود، في عندنا هنا انترنال روتر بريشر. بالنسبه للفيرتيكال لود اول حاجه عندنا اللي هو حمل الاضطراب اللي موجود فوق الكالفورت، قلنا ان احنا بنجيب المناسيب دي، فهنا كده انت عندك الدي ده جبته 1.98، فعايز تجيب المساحه دي، يبقى هنا كده الاريا بتاعتها اللي هي ال1 زائد ال2 على 2 في الدي، ال1 زائد ال2 على 2 في الدي. في الجامعه بتاعت السوق لو مش مدرك بتاخد 1.8، طلع عندك ده 3.32 طن على المتر مربع. طب احنا ليه قسمنا على ال2؟ قسمنا على ال2 يا شباب لان القوانين اللي بنعوض فيها لازم طن على المتر مربع. اول حمل كده جبناه اللي هو حمل الايه، الحمل التراب اللي فوق القلب. نيجي بقى بعد كده الحمل الثاني اللي هو الحمل الاون ويت. الاون ويت تمام، قلنا بناخد نص الحمل بس، فهنا كده هيطلع عندك هنا باي على 8. تمام، لان هنا كده قسمنا على 2 ماشي، في دي نود اللي هو القطر الكبير ناقص القطر الصغير، في الجاما ستيل اللي هي 7.85 في 1 متر، قسمنا على الدي. تمام، عشان ايه؟ الدي نود علشان حوالي طن على متر مربع. هنا كده اللايف لود قلنا ده هنسميه 60 طن لوري، اول حاجه لازم المطلوب مني ان اعرف السي والدي علشان هل في انترسكشن ولا لا، فهنا كده السي طلعت اصغر من الدي، يبقى هنا كده نو انترسكشن، سو انترسكشن اوكي، يبقى هنا هيبقى عندي انترسكشن، يبقى احنا هنستخدم المعادله الثانيه. المعادله الثانيه يبقى احنا عندنا تداخل، يبقى الاريا عندك 2 بي 1 زائد سي زائد دي. تمام، والبي بيساوي بي 2 زائد دي. طب البي 1 والبي 2 والسي والكلام ده فين؟ او ليه جدول؟ المفروض تبقى عارف الكلام ده كله. هتعوض في اللايف، في معادله اللايف لود قلنا الامباكت بناخد واحد واثنين لو مش مديهولي جيفن في المساله اللي فاتت اللي كانت بوكس كالفر، كان مديهولك واحد وثلاثه كده كان جيفن في المساله، لو مش معطى تاخدها واحد واثنين. قسمت على الاي، الاي والبي، الاي ده اهي والبي دي. تمام، طلع عندك اللايف لود ب 2 و4 طن على المتر مربع. نيجي بقى الخطوه اللي بعد كده، ان احنا عايزين نحسب الهوريزونتال لود. اول حاجه الهوريزونتال لود الارث بريشر نفس الكلام بالظبط، يعني ايه بيساوي هنا كده السير تشارج، بتجيب الحمل الافقي نتيجه الايه السير تشارج ده، خدناه هنا ب 2 طن على متر مربع. الكي اكتف قلنا لو مش مدارك بتاخدها تولت. الاتش اللي هو الارتفاع من اول هنا لحد سنتر لاين طلع ب 3 متر. تمام، عوضنا في المعادله طلع ب 2.44 طن على متر مربع. الوتر بريشر، الوتر بريشر اهو يا شباب قلنا عايزين نجيب ضغط الميه اللي جوه، يبقى هنا كده من مسوب الميه لحد سنتر لاين ب 1.5 متر، بنضرب في الجام ووتر اللي هي ب 1، طلع عندك ب 1.5 طن على المتر مربع. تيجي بقى تجمع الاحمال بتاعتك الفيرتيكال لود، يبقى هنا كده حمل التراب ماشي زائد حمل التراب زائد اللايف لود زائد الاون ويت بتاعك، هيطلع عندك 5.97 طن على متر مربع. الانترنال روتر بريشر ب 2.44، لا الهورزونتال لود قصدي ب 2.44، الانترنال روتر بريشر هيطلع ب 1.5 طن على متر مربع. يبقى انا عندي الاحمال بتاعتي اللي متوزعه عليا عندي بالشكل ده كده. نعمل ايه بقى؟ اول حاجه احنا قلنا ان احنا عندنا قطاعين، ادي قطاع رقم 1 وادي قطاع رقم 2، احنا بنعمل تشيك هنا كده على قطاع رقم 2، على قطاع رقم 2 دبليو توتال في دي نود. تمام، على 16 هيطلع عندك ب 1.55 طن بالمتر رول. ان دبليو توتال في دي نود على 2 طلع 6.1 من 10 طن. نتيجه الفيرتيكال، نتيجه الهورزونتال لود. تمام، هنحسب هنا كده الاي اس في الدي نود على 16، والاي اس اللي هي الاي اس اللي احنا حاسبينها. تمام، عوضنا في المعادله طلع بالرقم ده.
نعوض بقى نعمل تشيك ستريس هنا كده تمام، دي هنا كده شويه ام، ده كده ام 2، ام 2 وان 2. الام بقى نجيبها ازاي؟ ام 1 ناقص ام 2 هتروح الام دي ناقص الام دي وتعوض هنا. طب والان هناخد الماكسيموم من الاثنين، ده هنا كده احنا هناخد الستة واحد تمام. طب والاريا بي في التي، قلنا ان احنا هناخد السمك ده من 2 ل 3، من 2 ل 3 سنتي، وعندك البي ب 100 سنتي تمام. طب الزد بي في تي تربيع على 6 هتعوض، يبقى انا كده عندك الاف بتاعتك طلعت عندك بكام؟ ب 1400 ب 1410 كيلو جرام على سنتيمتر مربع، اكبر من 1400. يبقى احنا المفروض نزود الايه السكنس بتاعنا اكتر من، نزوده بدل هناخده مثلا 3 سنتي، خدنا 3 سنتي ونرجع نعمل تشيك تاني تمام، هيطلع اكيد سي لما ده 3 سنتي هيطلع بيساوي، هيطلع سي. هنا بقى عايزين نعمل تشيك على الوتر بريشر، نعمله ازاي؟ قالك ان الاي ووتر الضغط اللي هو الضغط الجانبي ده في الدي نود ماشي، اللي هو القطر الخارجي بيساوي 2 تي اللي هو رد الفعل ده، هتعوض هتجيب التي اللي هو واحد هيطلع 1.53 طن على متر مربع تمام. هنا كده هتعوض في المعادله اف بيساوي تي على الاريا، هيطلع عندك هنا كده 7 5 5 56 كيلو جرام على سنتي اقل من 1400، يبقى كده ايه سيف. وهو هنا ليك وكده المساله بالنسبه لك خلصت، وكده هي اسهل بكتير من المساله بتاعت البوكس كالفورد. يعني اي مساله بايب ستيل سواء كالفورد او اكوادكت بسايفون المساله بتكون سهله شويه. بالتوفيق يا شباب باذن الله.